السلام عليكم البنات، اليوم غنصايب لاطارت. كنحتاجو 250 غرام ديال الزبده، مانغارين، واحد البيضه، كاس ديال السكر كلاصي، كاس ديال مايزينا، واحد فاني، و 400 غرام ديال الدقيق الفورص. السلام عليكم البنات، اليوم غنديرو لاطارت. كنحتاجو 250 غرام ديال مانغارين، فاني، كاس ديال العنبه ديال مايزينا، وكاس ديال السكر كلاصي، واحد البيضه، وكنحتاجو الدقيق. الدقيق كيكون فيه 400 غرام، ولكن على حساب الدقيق، كاين اللي كيديري 400 كامله، وكاين اللي ما كديريهاش كامله. باش كيتعجنو مزيان دوك المقادير، كنزيدو بيضه. دابا غنزيدو الدقيق، 400 غرام ديال الدقيق، غنديرو بشويه بشويه. لي كنساليوها البنات كنديرو العجينه هكا باش ما تجيناش قاصحه تدلاك. بارك عليك. كيلا راه غتسدير هي لكم. اليوم ان شاء الله نصايبو بيتزا. كنحتاجو نص كاس ديال الزيت، الملحة، الزعتر، معلقة ديال النيدو، معلقة ديال الخميرة ديال الخبز، واحد الخميرة، وكاس ديال الفينو، والماء باش كنجمعو العجينة. العجينة كتكون جارية صافي، كنديرولها بحال هكا، عاد كنزيدو لها نص كاس ديال الزيت. صافي وكنعجنو. نعم.
توحشت بلادي بلادي وانا بعيد ومغبون القلبي نادي نادي تحل حود وطراني مشون توحشت بلادي بلادي وانا بعيد ومغبون القلبي نادي نادي تحل حود وطراني مشون وكيف الطير اللي ما عنده جنبامة بحر وصفق فص الغربة وحدي كان عاني في بلاد الناس عايش ما مرتاح بعيد على احبابي وحداني وبراني وكيف الطير اللي ما عنده جناح محبوس في قفص الغربة وحدي كنعاني في بلاد الناس عايش ما مرتاح بعيد على احبابي وحدي وبراني بغينا نشوف احبابنا بنا وصحابنا وحشنا بلادنا بلادنا بلاد الخير بغينا نشوف حبابنا هلنا وصحابنا توحشنا بلادنا بلادنا بلاد الخير حبي